المجال. يعني الوضع ده والله مأساوي. انا هسي حاليا شبه راسي لفه عديل يعني من الرائحه ومن الحاجه ممكن ما يتخيل ذاته عقل بني ادم. يعني نحن هسي حاليا من داخل الثلاجات نسمع افادات 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 الناس اللي هسي حاليا هم داخل داخل المشرحه. عين الثلاجه من وين؟ عين سين ده بادي من وين؟ احكي ما اعرف وين ده كل التحلل الثلاجه الثلاجه الاولى الثلاجه طيب يا اخوانا قاعدين تتخيلوا انه دي جسامين جسامين بدها تتحلل خلاص. من جوا هنا عايز واصل وين انت براك شفت الناس دي صوروا لنا حاجه كده ما يعني انا بديك من المنبع بتاع الباب بتاع الثلاجه يعني شغل ده كله ده الثلاجه ده تحلل بتاع جسامين من مرحله فتره بتاع اكثر من 21 يوم. طيب الحاجه دي من 200 بدت بالضبط كده اول الثلاجات دي وقفت من 200 الكهرباء اول ما الكهرباء اسبوع كامل 27 سبب الكهرباء اصلا تبعت الكهرباء اثر على الثلاجات تبعت الكهرباء. طيب تمام مستو هسي حاليا المطلوب شنو او المفروض يحصل شنو؟ الثلاجات دي راجعه لبرودتها الشغل ده كله بريف بس المشكله انه الثلاجات ترجع لبرودتها. طيب ها في حاله انه الناس ما قدرت انها تعالج الخلل ده، هل الجسامين دي ممكن تدفن ولا كيف المفروض تدفن؟ والله تدفن يعني وين النيابه؟ انت بتدفن بواسطه النيابه. ما في نيابه. النائب العام وين؟ لو في نائب عام ولا راجل على النائب العام والنيابه، لان الشغل ده كله داخل بواسطه الشرطه والنيابه. يعني هي جسمان تصرفت فوق انت براك بيدخلك انت ذاتك في مسؤوليه ثانيه. والله يا اخوان الوضع مأساوي، نناشد المهندسين ونناشد المنظمات الدوليه والمنظمات المحليه انه يتحركوا لانه الوضع بجد مأساوي. الوضع حاليا في مستشفى مبدا حاجه ممكن ما يتخيل ذاته عقل بني ادم. احنا هسه حاليا بنصور من برا الحاجه دي فيها خطر يعني حتى فيها على الـ على الـ على الناس اللي في الاحياء حول المستشفى لانه الموضوع ده حيجيب اوبئه وحيجيب امراض كبيره جدا. انت قاعد تتخيل انه قدامنا ده